نستسمح حضراتكم نتوقف عند هذا الخبر ونتعرف بقى على الحالة المرورية على كافة الشوارع والميادين. ومعنا على الهاتف زميلنا العزيز الأستاذ محمد صابر، محرر الشؤون المرورية بالإذاعة المصرية. صباح الخير أستاذ محمد، تحياتي لحضرتك. صباح الخيرات أستاذ عاصم، أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين الكرام، أهلا بحضرتك. زي ما عودتنا كده على تقرير حضرتك المفصل عن الحالة المرورية، أخبار المرور النهاردة إيه الأحد، البداية الفعلية للأسبوع؟ خلينا في البداية زي ما حضرتك دايما بتنوع أستاذ عاصم، إحنا النهاردة البداية الفعلية لتحديدا لبدء الأسبوع وطبعا عودة السادة المواطنين للأعمال. عايز أقول لحضرتك إن في خطة موضوعة من قبل الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع الإدارات العامة للمرور المختلفة على مستوى الجمهورية لتصفية أي كثافات متوقعة واستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة الصباحية. نعم. بالنسبة للمعدلات السير في هذا التوقيت، إن إحنا على وشك الانتهاء من فترة الذروة الصباحية، بدأ في انخفاض ملحوظ ويتجاوز الآن ما بين 55% ل60%. محافظات الوجه البحري والإبلي والطرق الداخلية بيهم ما زالت بتعمل بشكل مرضي، وأيضا المحافظات الساحلية والطرق المؤدية إليهم، قطاعات الطرق الدائرية المؤدية المداخل ومخارج القاهرة الكبرى ما زالت حتى الآن محاورها بتعمل بشكل مرضي، عدا مناطق الأعمال، هي أعلى مناطق الكنيسة والمنيب وأعلى مناطق الأوتوستراد وأعلى مناطق كارفور. أما بالنسبة للمحور 26 يوليو الأحجام ما زالت بتتوافد أعلى منطقة نهية اللي جاء من أكتوبر والشيخ زايد ونازل على ميدان لبنان. في هذا التوقيت محور رود الفرج بيكون بديل جيد جدا وأفضل حالا من محافظة الجيزة، محاورها الداخلية ما زالت بتعمل بشكل مرضي عدا شارع السودان أمام محطة مترو الجامعة اللي جاي من أعلى كوبري فيصل ومتجه لمناطق الدقي والمهندسين. هنسلك النهاردة شارع الجامعة اللي هيكون أفضل حال وناخد كوبري الدقي، ده هيكون بديل جيد جدا، واللي هيكون بديل أيضا عن شارع شارلي دوجول متجه لميدان الجلالة اللي بتبين بعض الأحجام عند منطقة مجلس الدولة. بالنسبة للكباري اللي خارج من الجيزة متجه لمناطق القاهرة ما زالت حتى الآن هذه الكباري الحدودية بتعمل بشكل مرضي. نروح لمحافظة القاهرة، الأحجام بتنحصر في مطلع كوبري العروبة اللي جاي من مناطق الفردوس ومتجه لمناطق صلاح سالم وأرض المعارض. هناخد النهاردة محور النصر هيكون أفضل حالا، وكذلك أحجام مرتفعة نسبيا النهاردة وخاصة في مطلع كوبري حلمية الزيتون اللي جاي من مناطق الفريق العصار والكابلات والمطرية ومتجه لمصر الجديدة. هناخد كوبري سرايا القبة أفضل حالا. أما باقي المحاور داخل محافظة القاهرة ما زالت حتى الآن مرضية تماما، والكباري اللي بتنقل الحركة المرية ما بين القاهرة واللي رايح لمناطق الجيزة جميعها مرضي تماما، عدا مطلع كوبري أكتوبر من شرق القاهرة اللي خارج من مدينة نصر ومصر الجديدة. ممكن ناخد النهاردة كوبري أكتوبر من غمرة نتيجة إن في بعض الأحكام عند منطقة الوصلة المعلقة وتم كان بعض الأعطال وتم الانتهاء منها وسط انتشار الخدمات المرورية من قبل الإدارة العامة لمرور القاهرة. تمام، زي ما عودتنا استاذ محمد على اطلاعنا بالمزيد الخاص بالتطوير في وحدات المرور. اعتقد النهارده هتكلمنا عن تطوير وحده مرور القاهره الجديده وتحديدا وحده التراخيص، فالتفاصيل ايه يا فندم؟ خلينا طبعا النهارده هنتكلم على الخدمات والتسهيلات داخل وحده تراخيص مرور القياده الجديده للرخص القياده الخاصه والتجديد اول مره، طبعا في اطار الجهود التي تبذلها وزاره الداخليه على تطوير الاداء والمنظومه الامنيه للارتقاء بالمستوى الامني وتقديم كافه الخدمات الجماهيريه والتسهيلات على الساده المواطنين. وبناء على توجيهات السيد وزير الداخليه ان تم تطوير وحده مرور تراخيص القاهره الجديده الرخص الخاصه دي من ضمن 34 وحده ترخيص مرور بالقاهرة بإشراف السيد اللواء عمرو البالي، التي أصبحت هذه الوحدة وحدة مطورة من ضمن 34 وحدة تراخيص مرور مطورة برئاسة السيد المقدم أحمد ماهر، لتشمل 8 شبابيك بتعمل بنظام الترقيم الآلي لتقديم خدمات جمارية على أعلى مستوى واستخراج الدورة المستندية في عدة دقائق. وتم تخصيص شباك لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، يوجد ساحة متطورة للفحص الفني باستخدام أحدث التقنيات الحديثة بتخدم مناطق مصر الجديدة مدينة نصر أول وتاني والنزهة والتجمع لاستخراج رخص القيادة أول مرة ذلك التجديد. وبيقوم السيد العميد احمد التوني مساعد مدير مرور القاهره لشؤون التراخيص بالمتابعه لتسهيل كافه اجراءات المواطنين ومراجعه كافه الاجراءات والاشتراطات الوقائيه على كافه وحدات التراخيص. تمام استاذ محمد، يمكن هيئه الارصاد اعلنت حاله من التقلبات الجويه خلال هذا الاسبوع وسقوط امطار على السواحل الشماليه، فلو في استعدادات من قبل الاداره العامه المرورية حضرتك تطلعنا عنها وتحديدا على الشوارع الرئيسيه يعني لتخفيف لا قدر الله التكدس نتيجه سقوط الامطار في هذه المناطق.
خلينا طبعا الاداره العامه للمرور وجهت بعدد من الارشادات طبعا زي ما حضرتك نوهت يا استاذ عاصم للقياده الامنه اثناء عدم استقرار الاحوال الجويه، وذلك للحد من الحوادث والحفاظ على ارواح الساده المواطنين على كافه الطرق. شملت ابرز هذه الارشادات هي السير بسرعه تتناسب مع مسافه الرؤيه، عدم التوقف في اي منطقه فيها شبوره او هطول الامطار، استعمال الاضواء الغير مبهره مع تهويه جيده داخل السياره، استخدام انوار الانتظار لتكون مرئيه للغير مع مضاعفة مسافة الأمان في حالة وجود أي أعطال، بيرجى من قائد السيارة الانتظار أقصى اليمين ووضع المثلث التحذيري. الإدارة العامة للمرور خصصت خط الإغاثة الساخن 012-23-4-0 012-23-4-0 في حالة وجود أي أعطال أو لا قدر الله حوادث جسيمة. صحيح. بيرجى الاتصال بهذا الخط، وبيتم إرسال سيارة تابعة لقسم الانتشار السريع على كافة المحاور لإزالة اي اسباب او اعطال قد تؤدي معانا تؤثر على سير الحركه المريه ورفعها اول باول لتسيير الحركه المريه على كافه الطرق. بشكر حضرتك جدا الاستاذ محمد صابر محرر الشؤون المريه بالاذاعه المصريه على هذا التقرير المفصل حول الحاله المريه. والحقيقه دور كبير بتؤديه وزاره الداخليه ممثله في الاداره العامه للمرور تسهير على قيادي المركبات وايضا تطوير وحدات التراخيص على مستوى محافظات الجمهوريه لتقديم الخدمات المريه الكامله للمواطنين بكل سهوله ويسر.